احسن بكثير لاحقا. فهنا كان نقص كما قال السيد مدلول، كان نقص ولكن مجهود غادي كبير ان شاء الله. اللي لاحظ هو تسكالي دائما خاسر، مع العلم انه تسكالي جديد، لاحظوا قيل واحد سنين ولا سنين وما استعملش بزاف. السيد مدلول قال لك راه داروا 16، انا كنقترح باش يدير السكره ويجيب واحد اخر. باش هذا واحد العطاء يكون الثاني نص كان اصبح مهم، حنا خصنا كنتبعوا غير باش غاتسكر يعني باقي على حاله ديالك يعني كنتبعوا غير ولا لا غير كنتبعوا غير دابا. انا شخصيا كنكون هو السيد المذوب على هذا المجال ديالي وكنكون المزيد فاشل ديالي. كان اول مره هذا اللي شفت من فتحوا كيس ديال الاطفال ما كانش عندنا فيه فيلم، مش عارف كيس الاطفال جديد في المياه هذا مزاج جديد زاد سيد. كما قال المستشفى الاقليمي جديد غادي ان شاء الله حيلا مليون امام المحكمه الجديده راه حتى هو راه كتاب ديال صديق روح حتى هو راه عقل غادي يدافع على البنيه ديالو. واش تعطي منهم جميع الاسئله اللي كانوا في الصدر كلهم شدوا، كاين كان مغطي له الصدر وكاين تحتيه المسجد. اذا هذا الملاحظه ديال الشخصيه اللي افتكرت انها ماشي صدر اعضاء، اذا كان شي تساؤل شي مداخله نفتح باب. يعني كنشكرك على العرض ديالك اللي هو حقيقة كان بويدينا أنه يعني أن النقطة هذه ترجعت ما من مرة، بعد ربي كان وراء يعني سعد الطلب ديال النقطة هذه اللي منذ تقريبا 2016 المندوب المهم الحمد لله أنه يعني الأول أننا عندي واحد مجموعة ديال الملاحظات ديال المندوب. يعني واش كتفكروا يعني في بناء واحد مركز ديال الدم؟ ان دمي مركز الدم، مركز الدم يعني انا باش نتبعوا معكم الى درجه انه يكون يعني شي ملتمس نتبعوا معكم ولا شي حاجه، ولا كما قلتي ولا رشقتي على اساس انه بقعه ارضيه مزيان كاين عندنا معكم. نتمنوا ان نعقدوا معكم شي اتفاقيه شراكه يعني لهذه الحوايج هذو. كذلك عندي واحد السؤال اخر، ما هي يعني التخصصات المتوفره في المستشفى؟ لان عندنا 24 تخصص ولكن ما عرفناش شنو التخصصات اللي كاينين، يعني بغينا على اساس اننا ناخذوا فكره تكون ما هي التخصصات المتواجده في المستشفى ديال سيدي فؤاد. في البدايه لا بد ان نتوجه بالشكر الجزيل للسيد المندوب اولا على حضوره ومشاركته معنا في اشغال هذه الدوره، وايضا على عقده القيم حول دراسة وضعية قطاع الصحة بالمدينة ديال سيدي إفني. سيد المندوب أيضا نشكرك أيضا على يعني تواصلك الدائم، يعني الوضع يعني فعلا من خلال العرض ولا أيضا من خلال الواقع والملامسة معايشتنا يعني المستشفى ديال سيدي إفني. ويمكن لأي واحد أنه ينكر يعني واحد التقدم كبير في الآونة والسنوات الأخيرة في الخدمات. كان عندنا مستشفى فعلا كان ضعيف، كانت بزاف ديال الخدمات ما كاينينش، الحمد لله الان اصبح مستشفى اقليمي بالاختصاصيين ديالو. هذا طرح واحد التحدي بالنسبه لهذا المستشفى على اعتبار ان جوده بعض الخدمات المقدمه فيه اصبح يحظى ب يعني واحد السمعه جيده، مما خلى يعني ان الوافدين على هذا المستشفى ياتي حتى من بعض المناطق المجاوره. وهنا يعني لاحظت مثلا المشكل الان ديال الجراحه واساسا الولاده، لان دابا هذه الخدمات المقدمه خاصه مثلا في القطاع ديال التوليد اصبح يعني كاين واحد الاكتظاظ، وهذا الاكتظاظ هنا كيبداو يبانوا بعض المشاكل. ارتفاع عدد الوافدين بالطبع في القسم ديال الولاده، يعني كتوقع بعض الحالات وانا شخصيا وقفت على بعض الحالات، وكان السيد المندوب مشكورا انه كيجي كاع من نفسه انه يخدم في هذا في هذا في هذا القسم هذا لهذ الدوافع ديال الاكتظاظ والتواجد ديال يعني ديال الحالات ديال الولاده. وبالتالي كنتمسوا بهذا الجانب هذا ان شاء الله تكون بعض الحلول طبيعي الحال يعني باش يعني الناس كاملين يعني يستافدوا من الخدمات ديال هذا القسم. ايضا السيد المندوب كان عندنا مشروع ما لم ياتي ذكرك عليه بالنسبه للعرض، هو ان كان مشروع ديال تشخيص داء السرطان ديال المركز ديال لاله سلمى بمدينه سيدي افني، وكان تحدد الموقع ديالو وكان يعني معروف بانه سيتم بناء هذا المركز هذا. يعني اين وصل هذا المشروع وهل فعلا ما زال يعني مبرمجا على اعتبار انه كانت يعني
يعني حتى انه كان يقال بان الاعتمادات الماليه ديال هذا المركز راه موجوده، خصنا غير يتم اجراءات ديال واحد المكان عباره عن مسكن قديم كان غيكون الافراغ ديالو بعد ذلك ما تيناش عرفنا يعني في الجديد بالنسبه لهذا الموضوع. ايضا السيد مندوب بالنسبه للمركز الصحي ديال الحي بوالعلام راه الواحد اللي كيكون زائر خاصه في ساعه الصباح كيكون واحد الاقبال كبير على هذا المركز نظرا للخدمات ايضا المقدمه الجيده، ولكن يعني بدون طبيب في الاونه الاخيره يعني نقص يعني بشكل كبير، وكان فعلا كيهز يعني واحد عدد كبير ديال المواطنين والمواطنات خاصه النساء اللي كانت كتقدم لهم خدمات في هذا المركز. كنتمناو ان شاء الله انه يتلقى له حل في اقرب وقت، كما قلنا بانه راه انا بعض الحالات كاع كانت كتجي كيخلوا المركز ديال الحي الاموري الساكن ديال الحي الاموري ديال الطرقه، وكانوا كيجيو من هذاك المركز للمركز ديال بوعلا نظرا لجوده الخدمات اللي كانت في هذا المركز. اين وصل المركز الصحي بحي الاموري؟ مع العلم اننا خصصنا قطعه ارضيه. السؤال الثاني، طبيب حي الاموري اللي كيكون لحظه في الاسبوع هو يوم الاثنين، انا عرفت شنو نقول لك وانا عندي كاع المعلومات من عندك هادو، ودرت البحث ديالي بروكيس طبيب حي الاموري ما كيكون غير واحد الخطره في الاسبوع. كنشكرو السيد مندوب على الجديه ديالو في العمل وكلشي كيبان بالنسبه للمستشفى. المستشفى الصراحه ماشي في تحسن ومقارنه مع السنوات الفارطه ومقارنه حتى مع المستشفيات ديال الجهه. حنا ملي كنشوفو المستشفى ديال بنبيل اللي مركز الجهه مقارنه مع المستشفى ديال سيدي يفني راه فرق كبير صراحه، على الناحيه النظافه وعلى الناحيه ديال بزاف الامور. غا بالنسبه هادشي كنقول تملو نزيدو به القدام. بالنسبه عندي الملاحظه الاولى على السكانر، راه ضر فيه الاخوان بما فيه الكفايه. هذاك السكانر حديث اسمه ما عندوش ماشي زعما انه قديم ولا اسمه، ولكن هذا مشكل خصو يتعالج ديال السكانر. بالنسبه كنلتمس عاوتاني من السيد رئيس المجلس وحنا كمجلس جماعي كاملنا اننا راه طرقنا السيد مندوب في العرض ديالو مهمة ديال الشراكة باش أننا نحاولوا ما أمكن نوفروا لهم العقار باش يبنوا فيه المراكز المتبقية على المراكز اللي بقات باش تكمل لنا هذا المستشفى الإقليمي كامل. عندي واحد الملاحظة السيد مندوب وهو المستعجلات. أنت المستعجلات راه هو الوجه تاع المستشفى. وثاني حاجة السكانير. السكانير راه حديث جديد يجب تحقيق هذا المشكل اللي كيوقع في هذا العطل اللي كيوقع فيه. راه ممكن يكون راه السكانير ماشي شي حاجه قيمه باش كيخسر كل ساعه. ثاني حاجه مركز تصفيه الدم السيد مندوب مركز هضر فيه على الطبيب بانه خصو يتزاد واحد، فعلا خصو يتزاد واحد. يعني الطبيب كان كيمشي مرة كيخليها الأطباء ديال الطب العام. بالنسبة للحصص اللي كيديروا المرضى وصول الكلام راه نورمال خصهم يديروا ثلاث حصص في الأسبوع. هادو كيديروا لهم جوج حصص وكيديروا خمسة السوايع. أنا على حساب بعض المرضى كيقول دي خصها الدار أربعة السوايع، علاش ما كيديروا خمسة السوايع؟ لهذا كنطلبوا السيد المندوب باش يداروا لهاد المرضى ثلاث حصص. وقضيت على حالة الانتظار، واش الناس كيحتاجوا لحالة الانتظار؟ قلت له بين الموت والحياة. حنا الأعمار بيد الله. الممرضين كاينين ثمانية، خص كل مريض يكون حدا ممرض، هادو كيكونوا أربعة تقريبا كيتناوبوا عليهم. وكنطالبوا بإحداث وحدة الإنعاش، إنعاش مستشفى إقليمي كما فيه الإنعاش قدام اللي تو ما عندناش هنايا. و
سيدي مندوب، بالنسبة للدواء اللي كان كيتعطى المرضى القصور الكلوي، كان هو توقف عليهم، كيفاش كيتعطاهم الدواء؟ وغرفة شي غرفة ديال تغيير الملابس كما كانوا كيطالبوا بها المرضى القصور الكلوي، باش يبغوا البلاكارات ولا شي حاجة فين بغا يحط حوايجو، دابا قال لك واش دار كيعرفوا الحوايج بيناتهم، في شي فيه ريحة العرش. المهم هاد المسألة تاهي بغينا تشوفها السيد مندوب، إذا كان ممكن تا السيد رشيد تعاون في هاد المسألة ديال البلاكارات، توفر لهاد المرضى. والدواء الدواء اللي كيتصنف راه مستوصف، حتى هو راه مثلا كيكون مستوصف مثلا الدواء ديال صحاب السكر، صحاب التونسيون، المهم الامراض المزمنه اللي كيتعطى في الخدمه، حتى هما تشكيل هذا المده تاع 2019 ما كانش كاين نهائيا. المستشفى المحلي وتحول الى مستشفى اقليمي، يعني بقات نفس البنايات من 2011 حتى 2019. يعني اللي كان كنعرفوا بان هذا المستشفى يعني قبل لسكان عديد من المناطق بالاقليم، ولكن كيعاني من ضعف الخدمات الطبيه المقدمه للمواطنين الذين يترددون عليه، حيث اظهرت الاحصائيات من الخصائص الكبيره من الاطر الصحيه في اغلب التخصصات. يعني اللي بغيت نقول سيد المندوب، يعني نعم المستوصفات الاحياء يعني مستوصف بولعلام وحي لالا مريم تجهيزهم بما هو ضروري يعني لتخفيض الضغط على المستشفى الاقليمي، وكذلك دعم الجمعيات التي تقوم بتنظيم القوافل الطبيه المجانيه في مختلف التخصصات لفائده الساكنه وتوفير لوازم والالات والاشغال للمصلحه الصحيه التابعه للمصلحه التقنيه، يعني تنسيق مع السلطه المحليه. ما كيتش واحد النقطة، يعني تنسيق مع السلطة المحلية لمراقبة جودة الأطعمة المقدمة من المطاعم المستهلكة بالمدينة ومراقبة جودة اللحوم والأسماك بشكل متواصل. بدولة إسبانيا درت اجتماع في فوينتي بندورا وعطوني شي إكراهات في الصحة، اللي غادي نتكلم عليه هو الإكراه الأولاني ديال ملي تيجي بنادم مستعجل الدياليز، الصحة ما تتبغيش تستقبلو، تيقولو ليك ما كاينش في لاليز دوطون، خاصو يمشي لكادير، خاصو يمشي عندنا باش ندخلوه. أنا تنطلب من السيد المندوب في هاد الحالة إنسانية، بنادم هو معمرو بدار دياليز، ارتاح هو سميتو، ما كانوش تيستقبلوه كاع هنا في المندوبية، تيقولو ليه ما كاينش كاع في لاليز، وخلال كاع إلا كان في لاليز من بين لي بياس تيقولوا لي اودي ما عندكش الراميل، بحال الا عنده كنوبس عنده لا سينيسيس، تيقولوا لي من بين لي بياس ما عندكش كاع اصلا انت الراميل، ما متوفراش فيك الشروط باش تدخل دير الحصه. هذه الاكراه الاول. الاكراه الثاني هذا خاصنا نتعاونوا عليه جميع كمجلس وكمندوبيه الصحه، اللي هي بحال دابا واحد الطفله راه الباح داوها مشات لمراكش دير اوبيراسيون ديال القلب، مشات ديجا السبيطار وقالوا لي تخلصي الغازوال وهي عندها الرامي، يعني بحال هذوك الحالات تاع سيد الرئيس، السيده عندها عامين عام، حاله انسانيه ما خصنا كاع نشوفوا لي بياس في بحال هذوك الحالات تاع سيد الرئيس. الجانب الثالث هو المستعجلات، ملي مستشار جماعي ولا فاعل جمعوي تيجي مع شي مواطن خاص يسربيوه، ما يتعطلش 3 الصباح 4 الصباح حتى يرجع عنده، راه ما جاي يدي تما الهديه ولا جاي يوقف مع المواطن، ياك فهمتي. والقضيه اللي نهضر عليها عاوتاني اللي مزيانه ماشي اي حاجه خايبه، كاينه قطاع في الصحه اللي مزيان، قطاع الولاده مزيان غادي مزيان، الاختصاصات العاين الحنجوره كلشي هادشي غادي مزيان، ما عندناش فيه اشكاليه. اللي بغينا نتعاونوا مع السيد المندوب والسيد المندوب يتعاون معنا ومرحبا بك، لان اصلا الوضع في قطاع الصحه راه عرفناه، ما يمكنناش نوصلوا على وضع قطاع الصحه في المغرب كامل، رغم مجموعه المجهودات، الا انه باقي كاين حنا في واحد المستوى اللي كنعتبروه متوسط شيئا ما. فيما يخص وضع قطاع الصحه في المدينه كنلاحظ واحد التحسن ملحوظ في مجموعه المستويات،
لانه هذا جاء نتيجه ديال المجهودات الجباره ديال مجموعه ديال المسؤولين على قطاع الصحه السابقين في مدينه سيدي الفني، واللي كنتمناو من المندوب الحالي مع الشركاء المتدخلين في هذا القطاع باش يكملوا ذاك المسار باش نوصلوا لواحد المنتوج الصحي اللي يكون في المستوى اللي كينتظروه جميع الساكنه. نشكر اولا السيد مدير الصحه على هذا العرض القيم. كما لا يخفى الجميع ان قطاع الصحه يعتبر من القطاعات الاجتماعيه الحساسه التي لها تاثير مباشر على حياه المواطنين، والذي يعرف هشاشه خطيره على المستوى الوطني. واقليم سيدي الفني لا يخرج عنه النطاق، وان كان انا اعتبره من بين احسن اقاليم الجهه. الحقيقه انا كنت شفت هنا مجموعه من المشاكل، ولكن الاغلبيه ديالها تعرضوا الى اخوان ديالنا اعضاء. بقى واحد المشكل اساسي جد مهم، هو الغياب ديال الاطباء الاختصاصيين. انا كنستغرب انه الاطباء الاختصاصيين داير فوضى في المغرب، كيخدموا 15 يوم كيجلسوا 15 يوم، وهاد 15 يوم هادي ما كيخدموهاش كامله. كمثال الطبيب كيمشي 15 يوم، هذاك اللي غادي يجي يعوضو ما كيجيش وقت مناسب، مثلا غادي يدخل نهار الاثنين ما كيدخل حتى الاثنين بعد 12 نهار ولا 3 العشيه، وبالتالي المواعيد ديال المواطنين كتمشي هكا. رغم ان الجماعه في هذا المجال هذا دارت واحد المجهود، كتمشي تجيب طبيب وتجيبو. السيد المندوب انا ما فهمتش واش هذه القضيه ديال 15 يوم اللي كدير، واش الدوله عطات المضي حق ولا فقط في هذا الاقليم هذا عطات المضي حق؟ هذا واش هذا الشيء على الصعيد الوطني؟ هذه راه سيبه، هذه انا كنعطي بها سيبه. السيد كيجي 15 يوم، حتى ديك 15 يوم اللي كيجي فيها ما كيحضرش في التوقيت ديال انا في القعدة ديالي. كنجي الطبيب مع 8 ونص ما كيجي حتى 11 ونص، ومن كيجي كيخرج مع الوحده، حتى الا دخل المكتب ديالو كيبقى مجمع تما ساعه مع الموظف الاخر. انا وقعت لي شحال مره، وهذا الشيء نفسه توضع لي حل، ما خصهاش يبقى بحال هكا. والسيد كيخدم 15 يوم وكيمشي 15 يوم، وهذيك 15 يوم ما كيخدمهاش، هذا الشيء راه غريب. كاين مشكل اخر ديال التوسيع ديال جناح الولاده، كنعرفوا بان جناح الولاده الاقليم كامل كيتوب على سيدي الفني، ورغم ذلك بعض المرات كنصيفطوهم لكلميم، وكلميم بعض المرات ما كيقبلوهمش كيردوهم لينا، وكيبقى المريض كيمشي ما بين سيدي الفني وكلميم. هذا الشيء خصكم توضعوا لي حل. التوسيع هو فعلا كاينه خدمات مزيانه في جناح الولاده ما نكروها، ولكن هذا المشكل خصكم تفاتوا، لان الاقليم كامل كيجي سيدي الفني، والطاقه الاستيعابيه ديالو ما كتستحملش. كاين هناك عاوتاني في مركز ديال سفير الدم الهيموديالز، ما كاين واحد الغياب ديال التوقع ديال عدد المرضى، خاصة فصل الصيف. كاين الناس اللي كتجي من الخارج كيكون عندها صفية وما كتجيش بحسابهم، لا هي غياب الدوتاسيون، كتسمى غياب ديال الدوتاسيون. هناك أيضا واحد المشكل ديال إخراج بعض المرضى دون استكمال العلاجات. وقعت في سيدي هنا، السيد هنا دار عملية ديال المرارة، وقع خطأ طبي هنا وتخلصوا منه صفتوه لتيزنيت، وبقى كيتلوح ما بين تيزنيت واكادير ومراكش. لو لا تفضل مشى دخل راه السيد في مراكش، انسان اللي يوقف معاه حتى تداوى. اذا هناك بعض المشاكل اللي هي انيه خصنا ندخلوا فيها. هذه القضيه ديال الاطباء الاختصاصيين راه خصنا نعرفوا فين كاين المشكل. السيد 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 مندوب، ثم هناك واحد السؤال تساؤل، هل هناك مخطط مستقبلي لاحداث مصلحه الانعاش؟ يعني هي مصلحه ضروريه. شمن التوقيت كيخدموا الاطباء؟ شمن التوقيت كيدخلوا للبيروات ديالهم؟ انا مرارا وتكرارا كنجي للمستشفى، الطبيب اللي فاق بكري كيجي في 10 ونص، يعني 10 ونص 11، المواطنين كيجوا من الاقليم كيطرح تما في 5 الصباح، كيشد الرقم كيبقى يتسنى، كاين بعض فيهم كاع اللي ما كيدوزش ولا فيزيت، يعني الطبيب كيقول لك انا ندوز غير 20 واحد، كتكون 40 تما في الكولوار ولا 50، كيدوز 20 كيخرج مع الباب وكيخلي الباقي. إذا كان ممكن تعالجوا هذه المشكلة السيد المندوب الله يجازيك بخير، راه الناس كتعاني، سورتو اللي كيجوا من برا، ما حنا باقي نصبروا اللي هنا في المدينة، دوزوا الناس اللي كيجوا من برا، لأن السيد كيجي مسكين كيجي في المتل باش يدوز لا فيزيت ديالو كيصدق ناس هنا في شي جردة ولا في الزنقة حتى للصباح الآخر باش يجي، والطبيب كيتعطل. شنو هو التوقيت ديال الطبيب؟ بغينا نعرفوا شنو التوقيت كيدخل الطبيب، واش 8 ونص ولا 11؟ بداية أنا أود أن أشكر السيد المندوب على الحضور ديالو والعرض القيم اللي قدم لنا اليوم حول قطاع الصحة بمدينة سيدي الفني والإقليم عموما. أود كذلك أن أشكر المندوب السابق اللي بذل مجهود كبير في تأهيل المستشفى الإقليمي المحلي والعمل الاستثنائي اللي دار على المستوى الإقليمي كله.
هو حتى انا كنا صراحه اليوم القطاع ديال الصحه فاللي كيعيشوا بطبيعه الحال سيدي افريقيا استثناء بطبيعه الحال كنعرفوا ان قطاع الصحه على المستوى الوطني كله فيه نواقص وفيه واحد مجموعه ديال الاكراهات ومجموعه ديال الاشكاليات ربما الاسباب متدخله واسباب متعدده وفي هذا الاطار هذا فعندما يتحدث السيد المندوب على الشراكه ففي طبيعه الحال هذه المساله في غايه الاهميه. انا ربما النقطه كنت طلبت بادراج هذه النقطه في جدول الاعمال ديال الدوره ولكن السيد الرئيس ديال المجلس اخبرني بانهم كمكتبهم ادرجوها فعلا. هذا شيء ايجابي وشيء مزيان. عموما بالنسبه للخدمات المقدمه على مستوى المستشفى الاقليمي فهي بطبيعه الحال لا ترقى الى ما نصب اليه ولكن عموما هي متميزه على باقي المستشفيات المتواجده في الجهه ككل. ودابا الى تكلمنا حتى على المستوى ديال المستشفى الجهوي فالخدمات اللي كتقدم على المستوى ديال المستشفى الاقليمي هي متميزه واحسن من ما يقدم على المستوى ديال الجهه ديال كل مدن. تبقى الاشاره كذلك السيد المندوب الى ان القطاع ديال الصحه بكل صدق خصو امكانيات ماديه وبشريه مهمه ولكن خصو واحد شويه ديال الضبط وواحد شويه ديال الصرامه في التعامل مع الاطر الصحيه لان كيبان لي انه كما اشار بعض الاخوان راه الساده الاطباء الله يهديهم الناس ولات كتقلب على الاغتناء ولا كتقلب على القطاع الخاص ولا كتقلب وكاين واحد شويه ديال الاهمال في هذا الجانب هذا. انا عندي السيد المندوب واحد المجموعه ديال الاستفسارات وربما مطالب نتمنى انك تسجلها عندك السيد المندوب وتعطينا عليها بعض الاجابات باش نفهموا بكل صدق شنو اللي واقع في قطاع الصحه على المستوى ديال مدينه سيدي. كما تعلم السيد المندوب دابا بانه سيدي افني اصبح اقليما منذ 9 سنوات تقريبا ولا يعقل السيد المندوب 9 سنوات وحنا اقليم وما عندناش مصلحه ديال الانعاش. هذا غير مقبول. ما يمكنش يجوا عندنا الناس حنا اليوم بغينا نديروا ديزوبيراسيون عمليات جراحيه بسيطه جدا وحيد مصابين بامراض مزمنه كالسكري او لاطونسيون يقولوا لهم لا راه ما غاديش نفتحوا ليك ما عندناش الانعاش خصك تمشي لمكان اخر. وبطبيعه الحال راه كنوجههم يا اما لولمي ويا اما كنوجههم للمستشفى ديال اكادير وكتعرف المستشفى ديال اكادير كي داير وحتى ديال لولمي. هذا هو التساؤل. السيد المندوب انتم اليوم ملزمين انكم ترافعوا الله يجازيكم بخير على هذه المساله المتعلقه ب قسم ديال الانعاش. وما يمكنش ان نربطوا قسم ديال الانعاش واحد المجموعه ديال الخصائص ونقولوا بلاتي راه كاين المستشفى الاقليمي غادي تبنى. المستشفى الاقليمي اليوم عنده واحد 5 ولا 6 ديال السنوات الا كانت المسطره غاديه مزيان عاد يقدر يتبنى. واش حنا غنتسناو 5 سنوات أو 6 سنوات اليوم باش يكون عندنا قسم ديال الانعاش؟ هذا غير مقبول السيد المندوب. جزاء رجاء الله يجزيك بخير هذه المساله هذه خذها بعين الاعتبار. راه كاينين حالات مرضيه لا في العائلات ديال الساده الاعضاء لا في الساكنه كلهم دابا خصهم يمشيو لمكان اخر باش يديروا عمليات جراحيه. هذا النقطه الاولى. النقطه الثانيه السيد المندوب ربما لم يديرها بعض الاخوان ولكن انا بغيت نركز عليها. اليوم الدوله والقطاع الوصي كيوفر الادويه. إذا كان هذا القطاع الوصي والدوله كتوفر الادويه حنا بغينا نعرفوا المسطره ديال توزيع الادويه كيفاش كتكون. شكون اللي عنده الحق يستافد من الادويه وكيفاش خصو يستافد من الادويه. النقطة الثالثة كنتكلموا على سلة العلاجات السيد المندوب سلة العلاجات اللي كتوفرها بطاقة الرميد. بطبيعة الحال من بين ما توفره بطاقة الرميد هو التنقل ما بين المستشفيات. اليوم المواطنات والمواطنين في كل مرة وحين كيتطلب منهم أنهم يخلصوا المحروقات. هادشي كاين السيد المندوب. في بعض الأحيان كيتطلب من المواطنات والمواطنين واخا عندهم بطاقة الرميد أنهم يخلصوا المحروقات باش يتنقلوا لمستشفى آخر، هادشي كاين. حنا ربما كاين إكراه في هذا الإطار هذا ديال البودجي المخصص للمحروقات. وفي هذا الباب هذا أنا كنرفع هنا واحد الملتمس للمجلس البلدي الموقع، ما يمكنش نديروا شراكة غير في الأراضي، خصنا نشوفوا حتى الأولوية. ما نبغيش أنا في الدولة بعدا يبداو يتصونوا علينا الناس يقول لك أعطيني باش ندير المازوت راه أعطوني السلوبينوس والمازوت ما كاينش. بغينا الجامعة توفر دير معكم شراكة ولا تشوف شنو الخصائص اللي عندكم وتدعمكم. مسألة أخرى حتى هي جد مهمة سبق لي أن ناقشتها مع السيد العام وأتمنى أن تؤخذ بعين الاعتبار. اليوم في سيدي إفني
كاين المستشفى، كاين المركز ديال كولومينا وكاين المركز ديال المدينة. المركز ديال كولومينا كيستقبل الحالات ديال كولومينا دار الحروشت وما الى ذلك. المركز ديال سيدي إفني عليه ضغط، كاين حي، كاين حي القاطع، كاين حي البرابر، كاين بولعلاب، كاين الوداديه، هادو كلهم كيمشيو لبولعلاب. اللي ما كيمشيش لبولعلاب راه كيمشي للمستشفى الاقليمي. المستشفى الاقليمي كيتلاقى مع الناس اللي جايين من خارج الاقليم، كيكون اكتظاظ وخصوصا يوم الاثنين والثلاثاء. انا اناشدك السيد المندوب ان المركز اللي كاين في حي شارع محمد الخامس اللي كنا كنعرفوه قديما انه كان كي كان مركزا اليوم انتم دايرين فيه المندوبيه السيد المندوب، الله يجازيكم بخير، هذاك حاولوا تاهلوه يستقبل جزء من السكنه ديال المدينه، ما بقاش كلشي يمشي لبولعلاب، وباش تحيدوا عاوتاني الامتصاص على المستشفى الاقليمي. هذاك المكان انتم دايرين فيه المندوبيه، ربما عندكم واحد البنايه في الوداديه، هذيك البنايه كتخلصوا فيها، ما عرفتش واش ساكنين فيها الاطباء ولا ما عرفتش اللي ساكن فيها، ديروا فيها الاداره ديالكم وخليوا هذاك المستشفى الجوطيه بقى يستقبل الناس كيف ما كان سابقا. كنفتح عاوتاني واحد القوس وكنقول بان الجماعه اليوم ممثل في السيد الرئيس، انا اناشدك انكم توفروا واحد الوعاء عقاري من اجل بناء سكن الاطباء باش ما يبداوش يهربوا من الاطباء. خص الجامعه توفر سكن الاطباء كيف ما تفرض الولايه انها توفر جزء من المحروقات باش تدعمكم في هذا الاطار. هذا الجامعه كذلك اناشدك السيد الرئيس باش نكونوا عمليين اننا نديروا واحد البودجي نخصوه لشراء الادوات الطبيه وندعموا المستشفى الاقليمي كيف ما دار المجلس الاقليمي سابقا. هادو من بعد المطالب اللي انا كنوجه للمؤسسه المنتخبه اللي انا عضو فيها. غادي نمشيو كذلك للبقعه الارضيه المخصصه للمستشفى الاقليمي. السيد المندوب وسبق السيد رئيس المجلس البلدي ان اخبرني بانه تم تخصيص هذه البقعه هذه. اليوم بغيت نتكلم مع السيد الرئيس بدرجه اولى باش نسولك السيد الرئيس فين وصلوا، واش تعطاو الدراسات الطوبوغرافيه، فين وصل هذا الخير هذا، واش كاينه شي وثيقه اليوم رسميه صادره من الاداره ديال الجيش فوتات من خلال هذا القطعة هذا القطعه الارضيه لنا وللمستشفى، ولا باقي غير كنتكلموا بانه راه تم تخصيص تم تخصيص، بمعنى لا بابراس واش كاينه ولا باقي في هذا الاطار هذا. عندي كذلك نتكلم على ما سبق الاخوان ان تطرقوا اليه فيما يتعلق بالسكانير. السيد المندوب لا يعقل ان هذا السكانير في كل مره وحين كنجيو كنلقاو مغلق. عيب وازمه عيب. انا لا اوجه زعمه الانتقاد لك شخصيا السيد المندوب، ولكن خصكم توقفوا على هذه الحاله ديال هذا السكانير هذا اللي استبشرنا خيرا انه جا، ولكن في كل مره وحين راهو خاسر. كان في كاينه شي حاجه فيها فين ما فين ما كاينه شي حاجه فيها لي غاليو كنلقاوها خاسر. وهنا كنطرح علامه استفهام خصكم تفتحوا تحقيق واش هذا الشيء كيخسر ولا خسروه ولا جاي خاسر ولا ما عرفت كيفاش داير هذا الشيء. خصكم واحد شويه ديال الصرامه. انتم دابا واش السيد المندوب هل يعقل انكم كل مره بقا تمشيو مع الطبيب حتى لبلميم؟ وانا راه كنعرف المجهود اللي كديروه شخصيا، والحاله ديال عبد الخالق الله يرحمه راه انا واقف عليها شخصيا، وتنقلتوا انتم شخصيا حتى لبلميم ووقفتوا مع هذا السكانير، ولكن هذا عيب اضافي بالنسبه لكم. خص هذاك السكانير يكون خدام. السيد الرئيس اقترح انه يكون سكانير اخر، حنا ما كرهناش، ولكن انا في اعتقادي بان الثمن ديال السكانير مرتفع جدا وصعيب ان الوزاره توفر جوج ديال السكانير، ولكن هذا كاين خصو يبقى خدام وخصكم ديروا له الصيانه ديالو وتشوفوا علاش كيخسر. بغيت نسولكم على الجراحه العامه، واش متوفره اليوم الجراحه العامه في المستشفى الاقليمي؟ بمعنى واش كاين عندنا جراح ديال الجراحه العامه؟ هذا واحد. جوج خلاصه، انا اليوم متاكد وعندي الثقه الكامله في ان المندوب اليوم ديالنا غادي يكون في مستوى ديال التطلعات ديالو، وغادي يكون قادر انه يحقق على الاقل الضروريات. حنا كان عندنا اتصالات في ملفات بسيطه مع السيد المندوب، والحمد لله كان تجاوب، وانا كنشكره من هذا المنبر هذا. اسمح لي راني في الاول تكلمت، ولكن انا لي الثقه الكامله بان العمل ديالكم ان شاء الله غادي يكون في المستوى، وحنا كمؤسسه منتخبه رانا معكم سواء في الشراكه سواء في اي مساله اخرى. انا بغيت نقول واحد المساله، هو اننا الى احتجينا في يوم من الايام فهذا نابع على الغيره ديالنا على هذا القطاع. هذا القطاع اللي كيعرف الجميع خص تفرض فيه جهود على الاقل باش يكون عندنا واحد العرض اللي هو صحي، وبطبيعه الحال المسؤوليه يعني كتحملها وزاره الصحه بدرجه اولى والمنتخبين وكذلك المجتمع المدني. دونك انا باش ما نطول بزاف، انا عندي يعني واحد المجموعه ديال الاسئله هنايا
يعني الكل تحدث على المشاكل ديال القطاع وسميتو، لأنني عندي أنا طلب للسيد المندوب هو أن جهاز ديال السكانير أنه خصو يخدم في أقرب وقت، لأنه مكلف وكتعرف الوضعية المادية ديال الناس ديال سيدي حتى الناس اللي كيجيو من العالم القروي، بالتالي باش يدي بلاصة وبلاصة أخرى في المستشفى الجهوي اللي كيمشيو للبلمين وما كيلقاوش النوبار، بالتالي كيقول النوبار يعني كيطول المواطن بأنه يخلص ماشي البريفيو أنه يخلص. بالنسبة للتحاليل السيد المندوب شاف العرض ديالو بأنه يعني بالنسبة للبريفي راه كاين ما كاينش في المدينة هنايا، ويعني المواطنين اللي كيمشيو تما دائما ما عرفتش نقول دائما ولكن أغلب الأحيان كيقولوا بأن الأجهزة خاسرة، واش كاين مشكل في الأجهزة أو لا في يعني الماتيريال اللي تيدخلوا في يعني المواد اللي كتستعملوا في التحليل ديال سميتو. العرض اللي جا به السيد المندوب هو المركز ديال التشخيص وعلاج الامراض التنفسيه بمدينه سيدي الفني، كنعرفوا بان هذا المركز هو المدينه في حاجه ماسه الى هذا المركز هذا، وهذا راجع لطبيعه المناخ ديال المدينه، يعني هذه الامراض التنفسيه ولات كثيره في المدينه، يعني الابواب والبقاع الامراض هذه يعني كتنطاق المدينه، هذا راجع للمناخ ولا ميديتي اللي كاين هنا في المدينه. يعني سؤالي السيد المندوب واش كاين عندكم شي اعتماد مالي يعني لتأسيس هذا المركز هذا؟ السؤال الرابع هو بالنسبة يعني آخر اللمسات اللي عندنا دابا سمعنا بأن المستشفى الإقليمي راه فك المشكل ديال الأرض، واش جات شي حاجة مكتوبة وسميتو؟ واش تباشروا الدراسة التقنية يعني وكون لارشيتيكت اللي كان يدي لان كان المستشفى الاقليمي غادي يكون فيه يعني حدا العماله، واش غادي تعاود المستوى ديال لي بلون دارشيتيكت ولا غادي دير موديفيكاسيون بالنسبه للبيتي التكنيك اللي كانت دارت، لان هادو كلشي داو واحد الغلاف مالي مهم، واش غداو غير الموديفيكاسيون واش هادشي هذا الطباش واش تمت الاجراءات ديال هاد المساله هادي؟ اختصر هاد المستشفى وبانه التوبوغراف داز، ولكن السيد المندوب هو عنده معلومات في المنيا ونتبع معاه في التدخل هذا ولا حتى نكتب له. شكرا، كلمه لك السيد المندوب. شكرا جزيلا على ما اعطيتموه من اسئله ومن استفسارات، وسابدا بسؤال الذي تشتركون تقريبا جميعكم في طرحه وهو جهاز ديال السكانر. جهاز ديال السكانر هو كان من ضمن 12 جهاز اختلفهم وزارة الصحة، وكان لمستشفى الإقليمي لبلمين بالحظ أو النصيب من ضمن هذا 12 سكانر واحد جديد. تعلمون جيدا بأن الأجهزة لا بد أن تتعطل كيفما كان نوعها كيفما كان نوع ديالها، ولكن هل الإدارة فعلا تقوم بالالتزام ديالها؟ هذا هو السؤال. أنا أقول أولاً وجه الشكر الجزيل لكل من يعمل بالمستشفى الإقليمي في سيدي من الأساس سيكوريتي حتى الأكبر شيء حد يمكن يكون فيهم الله أعلم ومن بعد الكبير هو الله تبارك وتعالى، ثم للمجهود الذي يقدم من قبل هؤلاء سواء الأطباء أو الممرضين أو الإداريين في توفير على الأقل الحد الأدنى من الخدمات لفائدة المواطنين. هذا نجاح، ولكن فتح تحقيق من عدمه لماذا؟ للبحث عن الاسباب. الاسباب هي ديال الالات، ما كاينش شي ممرض ولا طبيب ولا شي حاجه نقولها لك انا من هنا دار شي حاجه والله هرس والله خسر والله ما نعرف، انا كنقول لك ما كاينش. الاشتغال العادي ديال الجهاز وقف تعطل كما الأجهزة الأخرى. تحملنا مسؤولية داخل المندوبية في نقل الحالات الاستعجالية ثم أننا هي مسبقة من أجل إصلاح ديال السكانر. الصفقة دارت، درنا الرسالة ديالنا للوزارة على أساس الكريدي كلشي يجينا، والكريدي غادي يجي في أقرب وقت على أساس أن تكون هناك صيانة بشكل مسترسل. هل جهاز السكانر لأن لا يتيح هذه الأسئلة راح واضح باين عادي، عطى التقني
يستبزل ناس متخصصين لإصلاحه. الإدارة من الالتزام ديالها راه الآن في حل حالة هذه المشكلة بسيط وباين، ولا يجيب مثل هذا النوع من الأسئلة وما نطرحوش. الله يجزيكم بخير ما نطرحوش، لأنني على دراية وعلى علم بكل ما يجري داخل المستشفى. هذا نحسمو فيه. بالنسبة لبنك الدم، سي المستشار عمر بوفي، واتفاقية الشراكة والتخصصات، بمعنى تعلمون بأنه القانون الداخلي المنظم المستشفيات يحدد عدد الاختصاصات بحسب طبيعة كل مستشفى. المستشفى الإقليمي عنده 20 تخصص، المستشفى الجهوي عنده 28 تخصص، المستشفى الجامعي عنده 40 تخصص، احنا عندنا 24، بمعنى انه نتوفر على العدد الكافي ما على تخصص واحد هو ديال القلب والشرايين، بل اكثر من هذا. ما بغيناش نلتزموا بالقانون الداخلي ديال المستشفى، ولينا كنطلبوا شي حاجه اخرى. ما كرهناش يجينا نوروشيروجيا، ما كرهناش يجينا واحد ديال جراحات الدماغ والاعصاب، ما كرهناش يجينا النورولوج ديال الاعصاب، ما كرهناش يجينا واحد ديال النورولوجي ديال جهاز التناسلي، الفوليوم التناسلي، ما كرهناهمش، نطلبوه ماشي مشكل. ولكن واش غيعطوه لينا ولا يقولوا لنا راه القانون الداخلي ديال المستشفيات ينظمها السقف اللي عندهم؟ ما غاديش نلتزموا به، ولكن غنطلبوا. ولكن المتوفرين المستعجلات متوفرا عندنا التخصصات الحاليه والضروريه كاين. بالنسبه لبنك الدم، بنك الدم كتعرفوا بانه مخطط الجهوي، المخطط الجهوي اللي كاين دابا ما مضرش فيه بنك الدم، ما مضرش، ولكن لا يمنع اننا ما نضرجوش ولا ما نديروش، الا توفرت الشراكه من غدا نديرو، ندبروا عليه ماشي مشكل، ما عندناش هذا الاشكال. غدا غير فين نلقاو فين نديرو ونحدو ونديرو، ما عندنا حتى شي اشكال. سيد المستشار هلال، فيما يتعلق بجودة الخدمات وخاصة قسم الولادة، ما بغيتش ندير في العرض على انني حصلت على الموافقة من الوزارة بالتوسيع ديال قسم الولادة، لأن عرفت غادي تطرح هذا السؤال، ولكن بغيت نشوف قياس قسم الولادة في الأداء ديالو عند المواطنين. واش كاين ولا ما كاين؟ ماشي نبقى نحط كل شيء له ونقول انا العام زين. لا، ما عمرني غادي نقول العام زين. غادي نقول العام زين واللي غادي نلقاه زوينه. وغادي نقول العام خايب واللي نلقاه خايب، كونوا متأكدين. قسم الولادة حاليا كنتوفروا على الموافقة من أجل التوسيع ديالو، غادي نوسعوا. غادي نوسعوا إن شاء الله في هذا 2020. عدد الوافدين ما عندناش شي حل اللي هو نقولوا حل سحري دابا، ولكن نظرا لجودة الأداء التي يقدمها قسم الولادة ما عندنا إلا نستقبل المرضى، لأنه كيفرض علينا الأخلاق الطبية كتفرض علينا أننا نستقبلو، ما يمكنش نقولوا ليه سير هنا ولا سير هنا، لا ما يمكنش، سي اللي قال ما يمكنش نقول لواحد سير في حالته ولا، لأن المستشفى يستقبل جميع أنواع المرضى بدون انك تقول هذا عنده هذا الدين والله عنده هذا اللون والله عنده كذا، فين ما جا خصو يدخل المستشفى كنسكر ما عندنا ما ندير، ما عندنا ما ندير. ثم انه ايضا حتى اعترافا بالجميع، راه بعض المرات الحالات اللي كيستقبلها لنا كلمه كتستقبلها تيزيد، كيستقبلوا لنا حالات معينه. اذا في اطار حتى هذا التعاون المخلق ما بين المؤسسات الصحيه على مستوى الاقاليم راه كنخدموا به حتى هو. مشروع مقرص خيز داء السرطان فراسي بانه من جهه السبيطار ملهاه، ولكن شي ملف راه ما عنديش، والى دابا باقي كنبحث، لان هذا الخبر عندي بانه راه كاين وسوف تحدثه جميع مؤسسات الانسان، ولكن هذا كاين، ولكن شي حاجه صغيره ما عنديش، لذلك يتطلب الامر مني انا شخصيا متابعه هذا الملف، ونوعدك على انني غادي نتبعو ان شاء الله. المركز الصحي ديال بولعنا، طبيب أبوندونا، راه الخطير في الأمر أنه يوصلوا الأطباء هذه الدرجات، إلا مشاو حتى كي أبوندوني وراه ما عندناش كلمة، راه الطبيب اللي مشى، رغم ما يقال عنه، دوزت معاه مدة أنا ومجموعة ديال الإخوة، كنقلبوا له غير الكرافي للقهوة، ما بقيناش الكلام. عرفتوا شكون كيقولوا؟ نقول عليكم شكون كيقولوا؟ ما نزكوش، لا ما نكريش ليه. إيوا شنو ندير ليه؟ فما نسكنوا.
مدير فرنسا فاشتغل مدة معينة لظروفه الشخصية لا يعلمها إلا هو شخصيا وليس نحن هو غادر وحنا درنا المسطرة ديال العزل وغادي فيها إن شاء الله. سيد المستشار القراوي أين وصل مشروع بناء المركز الصحي للا مريم؟ أنا اللي عندي على أنه في اجتماع في دورة للمجلس البلدي ديال سيدي إفريق خصصتو شي بقعة أرضية فيها 500 متر أعطيني غير الوحدة. صافي ونقلب هذاك ديال لالا مريم اللي كان غادي نقلبو لمؤسسة صحية أخرى. موجود الوحدة سي مندو موجود غير الوحدة. المهم المركز الصحي ديال لالا مريم انت كيجي كيجي مرة شوف حنا هذا المشكل متواصل انا السي حسن عليه متواصلين ولكن ماشي كيف نقولوا نخطو لا ما بغيناش نخطو ولكن مخافة ألا نسقط في نفس التوجه اللي داروه الطبيب ديال بوالعلام بدينا نراقبوا الوضعية من البعد مرة عندنا كلشي الكتابات بالأيام اللي طيبة أيام الفراسة ولكن راه كان هاد الامتناع ما خصناش نتعاملوا بهذه الطريقة شدوا قشوا ولكن راه المدير غيمشي غطيز حوايجو زاد في حالته واش غنديروا؟ غنجيب الطبيب حتى الحالة الصحية والنفسية ديالو شكينا فيها ولينا كنتابعوه عليها كنقول ياك ما كاين شي إشكال ياك ما كاين شي حاجة ياك ما ولينا كنستفسروا على هذا ولكن هذا لا يغني على أننا نتحملوا المسؤولية ديالنا ونكونوا حاضرين في الوقت والإدارة يدا طويلة غايقول لك شي حد شي حاجة يدا طويلة راه إلا ما شديتو لو غنشدو غدا ما تقولش راه غادي إلا ما شديتو لو غنشدو غدا وفي أسرع وقت ولكن عندي حاجة بحاجيات ديال المواطنين لأنه القانون كيفرض علينا ماشي أننا نكونوا قاصحين ونقولوا راه نضربوا حياة الحالات ولكن اللي دي قبل بعد شنو غادي يداويهم راه اللي خاطر هما هذوك القرارات اللي كتقول بريبال تقصد وما تقصدش معها راه حنا مواطن هذا سي حسن ها هو اللي قال لك بغيت نبي بعد شنو ها هو ها هو ها هو نتبع كنقول له كتب بالتفصيل بالتدقيق كتب ليا نتبع هذا المشكل هذا وحنا غادي نلقاو الحلول في اقرب الاجل ولكن اللي كنخافوا منه هو يزيد في حالات بحال الاخر ونبقاو هنا واقفين هذيك الساعه ما غاديش نقولوا راه الطبيب مشى فين هو الحل ونزيد نوضح لك الوزارة الصحه لما نظمت المباراه ديال الاطباء العامون فتحات 500 منصب ما نعاودش نقول لك شنو وقع لم تلتحق من 500 الا 51 واحد العشور المغرب كلشي كان النصيب ديال سيدي في جوج الاطباء ديال بوالعلام وديال لالا مريم ومشى واحد وبقى واحد يعني المشكل هو وطن الاطباء العامون هذا هو المشكل اللي عندنا وحنا كنقلبوا الحلول كتبنا في هذا الاطار من اجل البحث عن شراكات من اجل استدراج اطباء التعاقد ندخلوا في هذه الامكانيه ما عندناش غنديروا نقلبوا على الامكانيه ديال التعاقد الا لقينا اطباء يريدون التعاقد ما نشوفوا في اطار الشراكات سواء مع المجلس الاداري ديال الوقايه او مع المجلس الاقليمي او غير ذلك من المجالس اللي هي منتخب اللي ممكن تدخل معنا فيها وحنا منفتحين ما عندنا حتى شي اشكال سيد المستشار عزيز مهم السكاني راه عرفتو دونك الشراكة حنا كنقولوها وكنأكدوها وزارة الصحة الآن تعطي الأولوية للشراكة باش ما كنتو دخلتو معنا في شراكات باش ما وفرتو لنا عقارات باش ما كانت تكون عندنا الإمكانية أسهل لاستحداث مؤسسة صحية حنا إلا ما لقيناش العقار وزارة الصحة راكم عارفين وزارة الصحة عندها التزامات كبرى ولكن المجالس المنتخبة ما كنقولش المجلس الحضاري ديال سيدي فري ماشي حق لا كنقول المجالس المنتخبة بالمغرب الآن أصبحت مطلوبة وضروري أنها تدخل في هذه الشراكة مع القطاع الصحي. السيد المستشار إبراهيم تلبي المستعجلات كاين مشروع ديال مديرية ديال المستشفيات هو ديال لا غيابيليتاسيون ديال لي زيرجونس ولكن حنا عندنا لي زيرجونس على قد السبيطار فين يمكن نبدلها باش تعطي صوره اللي هي حقيقيه ديال المستعجلات راه ما لقيناهاش راه عندنا هذا المشروع دخلنا
ودرنا زياره، وجات زياره من الفريق ديال المديريه الجهويه للصحه على اساس نقلبوا الامكانيات ديال اننا نردوا المستعجلات وفق لي نورم، مي ما قدرناش. اولا طبيعه البنايه ديال المستشفى، فكرنا على انه هذه البلاصه اللي كاينه فيها الكونسلطاسيون سبيسياليزي نردوها مستعجله، ولكن ما فيهاش لي نورم. خصك راه الا شفتوا شي اسهم حاطينهم في على الطريق، واحد خضر وواحد حمر، راه عندنا شحال واحد كيحط سؤال بشهاد الشيء، راه الفروان اللي كاين هو هذاك الخضر، عاد اخر اللي هو مستعجلات اللي هي كتطلب حاله تدخل استعجالي اكبر، ولكن باش لي نورم ما لقيناش اللي كاين في السبيطار هذاك الشيء اللي دونك استثمرنا هذاك الشيء اللي كاين ودخلنا في اطار تحسين ديال الخدمات. واعتقد ان المستعجلات ديال سيدي في باعتبار ان الكندو ديال وزاره الصحه بنيابه في المهم تتفوق على المستعجلات ديال المهم وكنتحمل فيها مسؤوليتي. السكانير دونك راه جاوبنا عليه، مركز صفيات الدم فيه طبيب واحد اختصاصي وجوج ديال الاطباء العامين. جميع مراكز ديال صفيات الدم في المغرب تشتغل باطباء اختصاصيين واطباء عامين، ماشي عندهم واحد، جميع الاطباء العامين كيتم تكوينهم في هذا الاطار ديال صفيات الدم، كيتم التكوين ديالهم وكيخوموا بنفس المهام اللي كيقوم بها الطبيب الاختصاصي، نفس المهام ما عندوش ما كاينش اختلاف الا في جزئيات التدقيقات اللي كيكون عارفها الطبيب الاختصاصي اكثر من الاطباء العامون. وبالمناسبه عندنا جوج ديال الاطباء العامون فعلا ما الاعتراف بالحق راه فضيله، الناس راه كيقوموا بالمهام ديالهم متحملين معنا المسؤوليه الله يجازيهم بخير. بالنسبه للحصص وزاره الصحه، ملي كنقول وزاره الصحه قطاع محدده جوج الحصص لكل مريض في الاسبوع ماشي ثلاثه، جوج اللي عنده جوج الحصص وزاره الصحه ماشي كندوبيه ديال سيدي في وزاره الصحه محدده جوج الحصص لكل مريض نظرا اولا للتكاليف المرتفعه التي تتحملها وزاره الصحه بالنسبه للمرضى ديال القصور الكلوي، وماشي حصه واحده، راه ملي كنقول حصه بمعنى انه الموارد البشريه، بمعنى انه الالات والتجهيزات، بمعنى الادويه، بمعنى الكيت، بمعنى واحد المصرف كبير. ومشكورين في بلادنا، نفتخروا بلادنا باش نقولوها بصراحه، انه المرضى ديال القصور الكلوي كتحملهم الدوله كامله فابور، ما كيخلصوا حتى شي حاجه، ما عدا اذا كانت شي حاجه اللي كتقتضي تحليلات او غير موجوده في المستشفيات وكتبدا برا. الدوله مشكوره كتحمل المرضى ديال القصور الكلوي، ما يقولك شي واحد كيخلصو ابدا، ما كيخلصو حتى شي حاجه، الكيت وكل شيء الامور عندنا حنا. فيما يتعلق ندرج واحد النقطه ديال الادويه، ما كيستافدوش من الادويه، ما كيستافدو من كذا، كل ما هو موجود لدى وزاره الصحه يوضعوا هنا اشارات، ولكن ما تنساش البريسكريبسيون ديال الطبيب، راه الطبيب اللي كيعطي الدواء، ماشي من والد تقول لي مثلا بغيت انا هذه اعطيني هذه، لا، الى ما دارها الطبيب ما غاديش تشدها، هذه بقوه القانون ملي كتبها الطبيب وعندنا غادي تديها راه كاينه في السونتر. وكنزيد نقول لك بانه ما هو اللي كاين في السونتر يستعمل، وانا تقريبا كل 15 يوم كنكون في السونتر وكنمشي للبلاكارات ديال الادويه، كنتعمد كنمشي تما وكنعقل على شحال كانت تما ديال، وكنجي كنعاود وكنرجع لا فيش اللي تليفرات ليهم شحال فيها. ولكن فيما يتعلق بالادويه اللي كتعطيها الجمعيه اللي هي كاينه في المركز ديال تصفيات الدم، انا لا دخل لي في هذا، لا علاقه لي بهذيك الجمعيه ولا اتدخل في هذيك الجمعيه، هذيك الجمعيه موقعه مع ناس اخرين، انما احنا ما عندنا معها حتى شي اتفاقيه باش تكون واضح، راه لا نتوفر حتى شي اتفاقيه مع الجمعيه، ما عندناش. إذن هذاك الشيء كيبقى ما بين المرضى والجمعية، حنا كقطاع لا دخل لنا فيه، ولكن الالتزامات ديالنا كنتحملوها وكنأكدها وكنزيد نأكدها.
لائحة الانتظار، شكون قال لكم بدي كاينة لائحة الانتظار؟ ما كايناش، ما كايناش لائحة الانتظار، لا ما كايناش، شكون اللي قال لائحة الانتظار؟ المرضى اللي عندنا 32 واحد راه كتصفي كلها، ولكن قلت لك راه كاينين المرضى اللي الله يجيب الشفاء، نتمناو الشفاء قبل ما يطيحوا في هذا المشكل هذا، ولكن راه مجدي، راه مجدي، ما تخافوش، راه لنا من الإمكانيات الحمد لله أننا نتواجدوا مع هذا. سينوسيدي المستشار الزهراء، ضعف الخدمات الطبية، قاصحة شوية بيني وبينك، قاصحة بزاف، منا مات ما كايناش، علاش؟ لأن الأرقام هي اللي كتجاوب، لو كانت الأرقام ضعيفة نقول لك أنا الذي أتحمل المسؤولية، ولكن الأرقام تتجاوز المنتظر بمعنى أنه نجي نحكم، لا أنا سميتك غادي نوب عليك وكنقول راه كنشكر الطاقم الطبي والتمريضي اللي كيأدي هذه المهام على الزهرة، خاصة في التخصصات، كيف قلت لك التخصصات اللي عندنا اللي فيها خصاص باين كنسموها حنا سبيسياليتي كلين هي ديال القلب والشرايين، بعض المرات كنضطروا اننا خصنا نضربي ديال القلب والشرايين، للاسف هاد السنه طبيبه وحده اللي تخرجت ديال القلب وحده، وحتى البلاصه اللي افكتات ليها ما استفدتش منها النظره اللي مرضها الله يجيب لها الشفاء. الجمعيات التي تنظم القوافل الطبيه هذه مزيانه باش نحسمها مزيان، عندنا واحد الكيد وعندنا مذكرات اللي كتنظم القوافل الطبيه مع الجمعيات، الا مشي حتى تطبق القانون حرفيا كلكم غادي تجوا عند المندوبيه، كلكم غادي تجوا غادي تقولوا لا سيد المندوب غير شوف كيدير وغادي كذا كلكم، الجمعيه كتجي عندنا المندوبيه كدير طلب كتقول اعطيني الدواء اعطيني الموارد البشريه اعطيني الماتريال، والمهم نديرها انا راه انا كنديرها، وشتو دابا الى وحنا الان كاين معطى اخر اللي هو النقابه المستقله للاطباء القطاعيه اللي عندها منخرطين ديال الطب كيلتزموا معاها دايرين في بياناتهم مقاطعه ديال القوافل الطبيه، اشنو غادي ندخل انا في النقابه ونقول لا اجي ديال القافله الطبيه مع الجمعيه، عندهم التزامات مع نقابتهم يكبروا راسهم، ولكن كنوجهوا للجمعيات كنقولوا للجمعيات البحرة نعاونوا وندخلوا، ولكن غير نديروا شويه من عندكم دير واحد شويه لكي يحس صاحب الجمعيه ومنخرط الجمعيه بما يقع ويجري داخل الصحه، بغينا باش يطلع على هذاك الشيء اللي عندنا، داك الشيء علاش كنقولوا ليه دير معنا شي شويه باش تحس، ولكن راه ما عمرنا ردينا شي جمعيه في شي قافله طبيه ديما كنخرطوا معاهم، غير انا ملي جيت راه التراخيص اللي سميت الجمعيه اللي دارت هذه القافله لا تعد ولا تحصى، بل انني كنتنقل كنشوفها راه ما كاينش هذا المشكل، ولكن انا كنتمنى من الجمعيات اللي عامله في هذا القطاع انها تبنى معنا المقاربه التشاركيه بمفهومها التشاركي، بمفهومها التشاركي، وحنا موجودين ما سادينش الباب على شي حد، راه الباب عندي مفتوح، اي جمعيه كتجي كنستقبلها مرحبا ما عندي حتى مشكل، ولكن راه كيف قلت لكم راه كنطلبوا هذا الشيء لانه خصو يبان لينا، خصو يبان لينا، ما نقولوش حنا بحالنا اللي مدخلين في القطاع نسدوا علينا هذاك الباب، لا كنقولوا القطاع فيه متدخلين سواء من الدولة سواء من المجتمع المدني، ومرحبا ما كاين حتى مشكل. مراقبة جودة الأطعمة واللحوم، السيدة المستشارة لا يدخل في اختصاصي قسم الاقتصادي بالعمل، احنا جزء من لاكوميسيون كنديرو غير السكرتارية ديالها، دونك هذا ولكن لا يمنع اذا كانت شي حاجه اننا نشيروا لها الجهات المعنيه بانه ضرورات المراقبه وكذا وكذا. السيد المستشار ابراهيم
دياليز كملت الدولة خدت على عاتقها تكاليف ديال الممرضة ديال الدياليز ما كاينش فابور كنديرو الدياليز فابور كنديرو فابور ما كاينش إلا عمر شي حد جاب قال لك راه طلبوا ليا فلوس الله يرحمك جيبوا ليا أنا نتحمل مسؤوليتي فيه لا لا سي مستشار راه عارف المريض راه خصو معاه فرم ليه معاه الطبيب معاه كلشي شكي دابا باقي معاه أكثر من هذا وقفت عليها أقسم لكم بالله إلا وقفت عليها أكومباني كيقول الطبيب لا خصك دير له هذا واش أشنو نقول أنا دابا هذيك الساعة شنو غادي نقول أش غنقول أنا لاكومباني نقول ليه ماشي شغل ماشي شغلك ولكن كنشدو كنوضح ليه كنقول ليه أودي راه الأداء ديال أخلاقية المهنة لا ديونتولوجي هل فيها بعد تما عافاك خلي المريض مع الطبيب باش يشوف بعض المرات وكنبغوا نعبروا المريض واش كيدير الفعل يشوفوا مع المريض والله انا نيت اش كندير معاه انا كمندوب ديال وزاره الصحه اللي عندي الحق ندخل اش كندير تما راه الطبيب هو اللي كيدخل الممرض اللي يستقبله ما كرهناش هاد الامور تكون مترسخه شويه في الدين لانه الاخوه راه شحال من مره هاد السؤال راه ملي كنكون في السبيطار كيتحط عليا وكنوجه الناس كنقول لهم لا راه الخلقيه هنا هكا تطلب هكا نحيدو تما علاش 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 خصوصا ملي كيكون المريض امراه بعد مرات وحنا راه هذه هي تربيتنا راه ماشي كنقول تربيتنا في ايفلي ولا راه بحال بحال راه ملي بعد مرات خصك كتحشم منها واخا انت خوها ولكن راه كتحشم منها وقعت كتبغي ديرها كتشد يدك يعني ما تحيد راه فهم انت بانه راه خصو يخرج هذه تقاليد وعادات ما عندنا ما نديرو ولكن تسوير بناء على لا ديونتولوجي اللي قال ما خصوش يكون مع مريض يجيبوا مرحبا به يوصلوا تما مرحبا به ولكن ما يدخلش معاه الا صار بسوء ما يدخلش الا طلب منه المريض او طلب منه الممرض يدخل عنده للاستفسار عن شي حالات ولا شي حاجه اللي كتطلب التدخل ديالها. سيد المستشار طاهر وضعيه قطاع الصحه في المدينه ودي راه هي اللي بريزونتيت شنو يعتبر وشكرا جزيلا لانه ما غاديش نقول لك راه وضعيه قطاع الصحه في المدينه راه مزيانه والله بالاقليم مزيانه لا ولكن الشكر موصول لمن سبقنا والشكر موصول لمن يعمل حاليا في القطاع والشكر موصول لمن سياتي بعدنا لكي يحسن قطاع الصحه في المدينه هذا هو اللي نقدر نقول سيد المستشار حسين مزدوري غياب الأطباء ديال الاختصاص 15 يوم كنت أكل وطني كتب العافية بلغنا عليها ولكن المشكل وطني كيقتضي الحل على المستوى الوطني أجي عندي نوريك شنو كاين راه لا إله إلا الله محمد رسول الله وطني كاين ماشي عند نفسي ديفني مي وطنيا كاين هذا الاشكال وبلغنا ودخلنا وطلبنا وكل شيء توسيع جناح الولاده راه كاين راه قلت لك كاين مركز تصفيه الدم فصل الصيف كتعرفوا بان سيدي في شهر 7 و8 كتضعف الساكنه ربما جوج مرات ولكن واش مركز تصفيه الدم ديال سيدي في عنده الطاقة الاستيعابية أننا نستوعب كل شيء اللي جاي سيدي فلي على حساب المرضى ديالنا اللي كيعطينا لأن حنا كنفتحوا واحد اللائحة غالبا في شهر 6 وشهر 7 كنشدوا عدد معين الذي لا يتعدى الطاقة الاستيعابية للمركز غير ذلك لا يمكنش ونعاودو نضحكو على الناس او اننا غادي نطيحو في المسؤوليه والمساءله داكشي علاش كنشدو السقف والباقي كنقولو ليه شوف تيزيد شوف بالميم شوف حكاكي ما عندنا ما نديرو ولكن الاولويه والمسبقيه هنا اش كنعطو هنا هذا باش نكونو الخطا الطبي الخطأ
الطبي كتعرف فيه من الناحيه القانونيه هو فيه المساعده، ولكن من الامور التي يصعب من الناحيه القانونيه اثباتها هو الخطأ الطبي. صحيح. علاش؟ اسمح لي إذا خرجت شوية، لأن الالتزام ديال الطبيب هو التزام ببذل العناية وليس بوسيلة ولا بالنتيجة. الطبيب راه ماشي عنده التزام ديال النتيجة، لا، ولكن يدير العناية اللي قدر عليها. هذا لا يمنع أيضا على أنه الأطباء الآن في هذه الفترة مع بداية المساءلة الحقيقية فيما يتعلق بالخطأ الطبي أنه بداو كيردوا البال، والسيد اللي كتكلم عليه دخلنا عليه شخصيا، أنا كمندوب دخلت ليه على أساس المواصلة ديال لا بريزون شارج ديالو، والحمد لله ماشي شي إشكال اللي نتمناو أنه ما هاد الأخطاء ما نسمعوش عليها نهائيا، لأنه إلا كانت سيدي يفني الآن ما كنتكلموش، ربما هاد الحالة الأولى اللي كنسمع عليها دابا هي اللي سمعت، ما عندناش، لأنه الأقرب للجواب يمكن السي يشير باعتباره هو الماجور ديال البلوك، هو اللي كيكون مع لي شيروجيا، راه هو اللي كيحدد، غادي يكون أقرب في الإجابة مني. راه من رجعت للستاتيستيك ما كاينش شي، ما عنديش شي حاجة سميتها الأخطاء الطبية سيدي يفني ما عدا هذه الحالة اللي تكلمت عليها. هناك مخطط لإحداث وحدة الإنعاش. السيد الرئيس عقلت على الاجتماع اللي درنا في العمل مع السيد المدير ديال هذاك النهار. هذاك مشيت أنا حتى لأكادير باش نجيب معايا مدير البنايات حتى لهنا ودخل معايا المستشفى. أعطانا الوعد بأنه نديروا وحدة الإنعاش كما لقينا فيه. ولكن في البنايه راه كشف السبيطار مسدود، بل اقترحنا على انه في بلاصه لابوراتوار دابا نديروا واحد الانعاش باعتبار انها قريبه، ولكن لابوراتوار فين خصك ديرو؟ فين ما درتي لها كتلقاها مايله من جهه. احنا كنفكروا راه ماشي راه تناقشنا فيها، لا راه تناقشنا فيها مع السيد اللي هو مدير البنايات اللي هو مدير صيانه البنايات، وما عندناش اشكال فيها، غير لا كونسيبسيون لقاوها راه غندخلوا فيها، ما كاينش شي، ولكن من الناحيه القانونيه في حاله غياب ديال الانعاش في المستشفى الاقليمي، راه المستشفى الجهوي ملزم بانهم ندوا المريض عنده تما ويدار الانعاش اذا كانت البلاصه ديالو، كنقلبوا على البلاصه فين ما كانت ندوا ليها. ما هادشي هي الحاله اللي كاينه دابا. ولكن هذا الانعاش سبق اننا تناقشنا مع مدير البنايات حسنا فيه، قال الا لقيتو لون بلاصه وحنا معاكم اوني اونجاج ماشي مشكل، غير نديرو لا كونسيبسيون باش هذاك اللابوراتوار الا لقينا بلي شي بلاصه اما نبنو ليه، لان البلاصه اللي ممكن نوسعو فيها هي البلاصه اللي في ورا السبيطار، ولكن راه نوسعو فيها قسم الولاده، نوسعو قسم الولاده وبالتالي ما غاديش وحنا نشوفو راه كنشوفو لا كونسيبسيون ان شاء الله. سيد المستشار أحمد بزداد، توقيت الأطباء توقيت إداري، ولكن للأسف أصبح عرف ساري في المستشفيات أنه طبيب يجي حتى 9 و9.10، أصبح ساري في جميعه، ولكن هذا لا يمنع أننا نتحملوا مسؤوليتنا في صنع الأطباء، نحترم على احترام التوقيت الإداري إن شاء الله، خصوصا كيف قلتي فيما يتعلق بالحالات القادمة من عالم القروي اللي حنا غادي ملاحظة في محلنا، احنا غادي نتحملوا مسؤولياتنا فيها. سيد المستشار الرئيس، فعلا الشراكة من أجل تحسين الخدمات هذا مطلب أساسي بالنسبة لنا احنا كمندوبية لوزارة الصحة مع المجالس المنتخبة. الصرامة في التعامل مع الأطر الصحية. والأطر الصحية سيدي يفني إلا مشيتي حتى درتي معها الصرامة وكتفكر دير الصرامة عاد غتخسر الخدمة. عاد غتخسر الخدمة. الآن في العلم ديال التدبير الإداري لا مكانت شي حاجة سميتها الصرامة، ما بقاتش كاينة، ما كايناش، كاين شي حاجة سميتها أشبه الوسائل اللي ممكن اعتمادها في
التواصل مع الموظف وتعطيه فرص باش يبدع باش يعطيك شي حاجه جديده، ولكن لا يغني على انه المصادر القانونيه المتعلقه بالمتابعه التاديبيه ما تطبقهاش، كتكون حاضره ولكن حاضره امتى؟ حاضره وفقا للاخطاء المحدده والمحسوبه على سبيل الحصر داخل ظاهره 53 بمتابعه القانون الاساسي للوظيفه العموميه مع المراصد المتعلقه بالتشريف التنظيمي. ما تقدرش تخرج على هذا الشيء، ولكن حنا ما عندناش هاد لا كونسيبسيون دابا ديال الصرامه ولا خصك دير هاد الشيء، ما بقاش كيدي النتيجه ديالو، لا ما بقاش، كتخلق وسائل اخرى تناقش معها، ولكن كيف قلت لك لا يغني على المصادر الاخرى القانونيه في المتابعه التاديبيه تكون محاضره، فهذا بخلاف الالتزامات الاداريه او الوظيفيه. حنا الموظف اللي كنلقاوه اخلى بالالتزامات الوظيفيه ديالو، احنا كنطبقوا الاداره على الساعه كنطبقوها ما كنتعاقبوش، ولكن ملي كنمشي يمكن كاين بعض الانفلاتات، كاين شي حاجه اللي ما نكروهاش نقول لا حنا رانا زوينين، لا كاين شي حاجه، ولكن لا تؤثر على السير العام للعمل داخل المستشفى ولا داخل المراكز الصحيه. وكان يمكن كثير من الاخوان كيشوفني كنجي في بعض المرات المستشفى في 11 بالليل، ماشي كنجي للمستشفى باش نستعرض عضلاتي ونبقى نضرب في عباد الله ولا اش كدير، لا ولكن كندخل وفي ما بقيت الخطا كندير عمليه توجيهيه للموظف او للحارس او اي واحد، لان هكا كنخدمو هكا كان، لان دابا الموظف راه عنده حقوق حتى هو، راه ما يمكنش تجي تقول لي راه عنده مجموعه ديال الحقوق، ولكن ما نتعاطفوش معاه فيما يتعلق بالواجبات ديالو. بعض الاستفسارات وشكل مطالب مصلحة الإنعاش عطيتك دابا عليها. بالنسبة للمسطرة ديال توزيع الأدوية، المسطرة واضحة ديال الأدوية، الأدوية كتكون سولا بريسكريبسيون ديال الطبيب على هي الأول، يعني لوردونونس ديال الطبيب. فيما يتعلق بالمستشفى، المستشفى كل المصالح فيها عندها الدوطاسيون ديال الدواء ديالها، الميديسين عندها الدوطاسيون، الشيروجي عندها الدوطاسيون، البلوك عنده الدوطاسيون، كلها عنده الدوطاسيون ديالها. هذيك الدوطاسيون اللي كاينه ديال الدواء كتخرج بلوردونونس ديال الطبيب اللي كاين في السيرفيس. في السيرفيس بعض المرات كتلقى في المراكز الصحيه ما عندناش طبيب، ولكن راه لا يغني على انه راه عندنا شي حاجه سميتها لا كونسلطاسيون انفيرميير، الفحوصات اللي هي ديال الممرضين اللي محدوده وكيمكن يستعمل فيها السلطه التقديريه ديالو، ولكن بعد الاستشاره دائما مع الطبيب دائما. بالنسبه للمراكز الصحيه، المراكز الصحيه كل مركز صحي كتعطاه واحد الدوطاسيون، راه بيدجي، راه ميزانيه كتحسب، ماشي كنهزو هذا نعطوه شويه وهذا كنعطوه، لا كنعطوه بالفلوس، كنقولوا له عندك القد والقد الفلوس، عندك 10000 درهم او 20000 او 30000 او 40000 او اون سوم دارجون، كنعطوها ليه في الدواء، وكيدبرها طبيب اولا لان لوردونونس ديالو، وتحت اشراف امره الممرض رئيس المركز الصحي. ثم انه نفس الشيء في المستشفيات، راه الطبيب الدواء كيخرج بلوردونونس ديال الطبيب، قوة القانون بالاوردونونس ديال الطبيب، ما كيخرجش بشي اوردونونس اخرى ولا الله يرحمها اللي كتعرفني عطي لي ولا كذا، لا كيخرج بالاوردونونس ديال الطبيب، هذا هو المعروف بالنسبة للمسطرة ديال توزيع الأدوية. سلة العلاجات حسب بطاقة الرامي، أنا ربما سي المستشار سي إدريس، واش هاد السلة اللي كتعطيها الرامي واش شاملة لكل العلاجات اللي كاينه في المستشفى ولا لا؟ ربما عندهم السؤال. بس سلة العلاجات كتوفر للمرضى ديال الرامي التنقل ما بين المستشفيات. إذا كتهضر في التنقل ما بين المستشفيات. مزيان. بطاقة الرامي ما تدخلش فيها غزوان.
عرفتي علاش؟ لانه لا يعتبر مساله العلاجات، هذه خدمه اخرى. شنو هو التنقل السيدي؟ ماشي بلا الا مساله العلاجات، شنو هي؟ بمعنى العلاجات التي يمكن توفيرها لفائده المريض، اللي هي مثلا الراديو، مثلا كونسلتاسيون، مثلا تحاليل، هذوما هي سله العلاجات. هي سله العلاجات. النقل ما كندخلوش في سله العلاجات. ما كندخلوش. ولكن اكثر شيء 70% حتى 80% ديال المرضى ديال سيدي فلان الكازوار كله كيدير السبيطار. كله. وانا نجي اكثر من هذه، انا جيت السبيطار وعند المدير وتناقشت انا والمدير، قلت له مما لا ندخل في بطاقة الرميل على النوم. إلا كان خلاص قلت له خلص. حيت عرفتي علاش؟ دابا التقرير اللي خرج في لاكور دي كوم كيحمل المسؤولية المدراء ديال المستشفيات في مثل هذه المعاملة، ولقاو فيها خصاص كبير. فيها خصاص كبير. إلا كتدخل هذا، إلا كتدخل من حق المريض ما كاين مشكل، ما كتدخلش راه عندنا الامكانيات اللي كنديرو كيف هاك وهاك. الا كانت كيف قلتي الشراكه البلديه تقدر توفر لينا مرحبا، ما قدرتش لا اله الا الله محمد رسول الله، ولكن لا يغني على اننا نتحمل مسؤوليتنا وعندنا الطرق باش 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 نحلوا مثل هذه المشاكل. احداث مركز طبي مقر المندوبيه القانون شتي الاطار رقم 94-34-09. احداث مركز احداث مستوصف عرفتي الساكنه شحال باش تخلق ليها 7000 باش تخلق ليها مستوصف، باش تخلق مركز صحي المستوى الاول 25000 البشر 25، باش تخلق مركز صحي المستوى الثاني 50000 50000. شحال عدد الساكنه ديال سيدي؟ 22000. شحال عندك من مركز؟ انا الى لقيت في البنيه المندوبيه ما نديرش هذاك المركز الصحي، نديرو سيدي تاعنا هو المركز ديال المحافظه الفرد ديال التنفسي، نخلق شي حاجه اخرى. المركز الصحي ما نخلقوش تما، الخريطه الصحيه حنا محكومين بها، ما عندك ما دير. شتي الاشكال فين كاين؟ دونك راه عندك 28 وعندك جوج المراكز الصحيه، هذا هو اللي عطاك المؤشر ديالك احسن من المؤشرات الوطنيه. لان لو كنا خلينا لك مركز صحي واحد المؤشر ديالك غادي يفوت المؤشر الوطني. التفكير في تخصيص وعاء عقاري كرهناش لبناء منازل الاطباء. سي دريس كاين واحد لاباختي كاينه لاصقه على السبيطار من هاد الجي، شدينا منها واحد الشويه المجهودات من الخاصه، درنا واحد كارسونيير درنا فيها الميتان ديال الجينيكو ديال العيالات باش يبقى قريب حدا السبيطار، وعطاتنا النتيجه الحمد لله، مبقيناش كنطيحو في دوك المشاكل. ولكن حداها كاينه واحد البلاصه حتى هي درنا لها البلون وكلشي باش تولي سو فورم ديال بحال شي كارسوني صغيوره فيها بيت والطواليت ديالها والدوش مع كويزين صغيوره، ولكن خصنا شي شراكه، خصنا شي حاجه اللي ممكن اننا نديروها بلا ما نبنو غير هذيك نصوبوها، وغادي تولي تستقطب لنا مجموعه ديال الاختصاصات اللي هي كنسموها فيطال اللي يكونوا حدا. ولكن هذا لا يغني على انه راه ينعاش ساكن ديال العيالات ساكن، يعني الاطباء اللي الجراح ساكن عاطينهم الدار، هذو راه عاطينهم الدار، اللي هما اللي كيتسموا الفيطال راه عاطينهم الدار، راه قرا كل شيء. بالنسبة للبقعة الأرضية المخصصة لبناء المستشفى الإقليمي، هذه أعتقد أنه تحسن النقاش فيها بواحد نسبة كبيرة. حنا الطوبوغراف حنا اللي درنا، دونك راه درنا الطوبوغراف ماشي مشكل. توصلنا بمراسلة من وزارة الصحة تحت المديرية ديال التجهيز باش تلونسي الماشي ديال الصفقة ديال الدراسة. لها بالارض الجديده، يعني غير مساله ديال الوقت في غضون هذا الشهر ولا شهرين، وربما راه غادي تكون الامور تبدا ان شاء الله. من البقعه راه
دابا كاين مع الجوج كيمشي لي مع الجوج ما بين وزاره الصحه وما بين هاد لاجونس ديال لاين هاد الوكاله ديال السكن ديال العسكر كاين مع الجوج اليوم اجتماع على اساس بصفه نهائيه غادي نحصلوا على الوثيقه ديال التخصيص يعني ما بقيناش كنناقشوا حيت اللي غادي يدير السبيطار ماشي وزاره الصحه وزاره الصحه غادي تعطي الفلوس ولكن لو ميتر دوبراج ديالي هو التجهيز هو التجهيز لان عندنا اتفاقيه معاهم التجهيز هو اللي غادي يولي يبني المستشفيات التابعه لوزاره الصحه السيد المستشار عمر بوحلي تشغيل جهاز سكانير انا كنوافق بانه راه كيف قلت لكم غادي نمشي في هذا الاتجاه ما يبقاش بالنسبه للتحاليل يعني الاجهزه من با تقريبا واحد يومين ولا نهار كنت حاضر مثلا الجمعه انت كنت معايا انا راه كان معايا في يعني واحد المجموعه ديال التجهيزات الجديده اللي دخلناها ما كانش كاينه دخلناها وجات الشركه كدير تكوين لها دوك التقنيين اللي عندنا في استعمال هذوك الاليات الجديده ان شاء الله دونك انا غير تشوف انا غير عطيني ورجع نقلب صافي هنا يقول لي هاد العقار راه تما تخصصوه لكذا وندير معاك الشراكه ورجع لله خليني انا نتحمل المسؤوليه ما كاينش ما بقاش داك الزمن ديال لا راه غادي اما نتحملوا مسؤوليتنا ونقولها بصراحه اما ما نتحملوش مسؤوليتنا نمشيو بحال هكا ما هكا كنخدم وبعد المرات راه غادي تلقاوني كمندوب صارم كنقول الكلمه كنقول لا وكنقول هي في وقتها اللي بغى يتقلق عليا يتقلق عليا واللي ما بغاش يتقلق عليا ما يتقلقش عليا ولكن راه لا استحي من قول الحقيقه هادي باش نكون واضحين فيها ما غاديش تلمسوا فيا انني نافق شي حد ولا نبقى نزوق في الهضره لا بدل غادي ندير الحاجه كنشوف الامكانيات المتوفره ليا وغنقول لك غنديرها نتحمل فيها مسؤوليتي ما عنديش الامكانيات غايقول لك ما عنديش ولكن كنبحث على وسائل اخرى هذا هو العمل ما عنديش شي حاجه نخبيها انا ما جايش لبعيد لانني كنعتبر راسي مديفني قلي مديفني راه ماشي بالنسبه للسيد التامر اللي هو الامراض ديال التنفسيه هذا درجناه في البنك ديال المشاريع في المخطط الجهوي لعرض العلاج درجناه بالنسبه للي كريتير باش تعرفوا لي كريتير باش نبنوا مؤسسه صحيه باش نبنوا مستوصف خص تعطانا 500 متر كاري مستوصف لان كنبنوا المستوصف كنديروا الصور كنبنوا الدار ديال الفرن معاه باش نبنوا مركز صحي المستوى الاول 1000 متر كاري لانه كنديروا لا بروجيكسيون بمعنى انه يمكن يتوسع باش يولي مركز صحي من المستوى الثاني وهكذا دواليك راه عندنا معايير ما كنقولوش عطينا هذه كنعطوها راه عندنا معايير راه ملي جيت لهنا مجموعه ديال الامور لقيتها هنا في الحقيقه مجموعه لقيت شي معايير في كاينه وشي حاجه ما معينه ولكن راه بديت كنفرض المعايير ما تقوليش بني لي مستوصف نبني لك فيه جوج ديال القاعات وداك الشيء قلي اول وكذا وتقول لي لا خصك تبني نظرا لكذا لا ما كاينش نظرا لكذا نظرا لكذا كتقتضي انني نحط معاك لي نورم وحط معايا لي نورم صافي باش انا كنشوف المواطن هذيك الساعة المواطن خصو يرتاح في الولوج إلى العرض الصحي ما نديرش شي حاجة أخرى اللي ما أنا غير كيف قلت لك الشراكة نلقى للبيتيران مرحبا مشكل البقعة مخصصة للمستشفى الإقليم الجديدة راه ناقشنا فيها سيد المستشار إبراهيم إحداث بنك الدم راه جاوبت عليه الأدوية المخصصة لمرضى الكسور الكلوي بالنسبة لوزارة الصحة ما تخصصه وزارة الصحة موجود داخل المركز في المركز كاين في المركز وكاين في سميتاليا في الصيدلية ديال المستشفى غير ما يتواجد عندنا اللي كانت كتوفر جمعية أخرى لا دخل لنا فيه الله يرحم والديه ما عندناش اتفاقيه ما عندنا حتى شي حاجه مع الجمعيه دونك راه لا دخل لنا فيه ونكون واضح اكثر ما يتعلق بالصراع الدائر ما بيناتهم راه كيبقى ما بين جوج جمعيات خرجونا منه حنا راه لا علاقه لان ما عندنا اتفاقيه ما وقعنا على حتى شي حاجه ولكن هذا لا يغني
على اننا ما كرهناش نلقاو الجمعيه في مستوى متطلعات ومرحبا بها كنت اونكاجو معاك. غرفه لتغيير الملابس من مركز تصفيه الدم غنشوفوا هذا من حق المريض لانه المريض من حقه ما يقولكش الانسان لا المريض نعطيه هذه زوينه وهذه اللي خايبه وهذه لا اما نعطي كل شيء اما ما نعطيش ولكن شويه بشويه شويه بشويه حنا حسب الامكانيات اللي متوفره لينا ديما كنقولها الا بقيت دابا الغرفه كنا متاكد غيشدوها باقي اليوم ما فيهاش ما بقيناهاش غنشوفوا كيفاش نخلقوها الا ما بقيناش باش نخلقوها عندنا بدائل اخرى لي بلاكار يمكن نحطوا لي بلاكار يمكن عندنا بدائل اخرى نستجيبوا ان شاء الله لهذا وشكرا للسيد الرئيس شكرا للساده المستشارين.